خلي بالك هو هيرفع عليا قضيه الوقت وبالكلمة الكلمه دي ده ماشي هو حنس القسم وانا عم بقدم فيه بلاغ للنبي العام سب القسم وهو لما سب القسم هم الجماعه العجائز العجزه فكريا اللي في المغاره اللي في المواطن تقيل عليك يا دكتور مرسي الشيله ما تشيلش تقيل عليك يا دكتور قنديل الشيله ما تشيلش فشل ان الطفل عندك ثمنه ارخص من الموبايل 5000 جنيه يا كافر 5000 جنيه